المفروض ان يدي معاك الكنترول دلوقتي على الشاشة. جربي كده نعمل كليك عليه. وهنجرب نجيب رحلة ذهاب وعودة الأول من كايرو لندن عشان نقدر نجرب نعمل الخطوات بتاعة الريفاليديشن الأول لحد الطباعة، وبعد كده نشوف الري إيشيو سواء الأوتوماتيك أو المانيوال. هناخد مقعد عادي برضه على الكلاس واي طالما متاحة. وهنكمل الملف الأساسي بس لحد الطباعة، يعني نحط الأسماء والتليفونات والتكت، مش محتاجين نحط أوبشنال دلوقتي في الملف ده. تعال نجرب برضه نجيب رحلة الذهاب والعودة، نغير التاريخ ونعمل ريفاليديشن على التذكرة دي سواء بالأفلابيلتي أو بالأستديو. نخلي مثلا نأجله يومين في الذهاب ويومين في العودة، نخليه 12 جون مثلا والعودة 22. البحث القديمة اللي هي الصوت رقم 2 ورقم 4. هنعمل أول أمر ريفاليديشن على طول وأتكت برنت لو حبيتي. أنا مش محتاج أعمل ريأكشن ليه؟ فكرة إن إحنا غيرنا بس التواريخ لكن حافظنا على نفس الدرجة، والبريطانية بتقبل الريفاليديشن، تعالي نقبله الأول. نعمل ريفاليديشن طالما نفس الكلاس، الأمر اللي هو تي تي بي سلاش تي تي، بعد كده ار بي، بعد كده سلاش رقم السطر في تذكرة اللي هو L6. تمام، نستجمع 2 و3 والإلكترونيك كوبون 1 و2. تمام، بعد كده نحط سلاش ار تي عشان نشوف الملف مرة تانية. نعمل ار تي مرة تانية. لو ظهرت التذكرة البيانات دي مظبوطة، طب هل ينفع إن أنا أعمل ري إيشيو على الخطوط البريطانية؟ ينفع لو أنا غيرت الدرجة بس. تعال نجرب نعمل افيلابيلتي مرة تانية، وليكن الذهاب يوم 14 والعودة يوم 24، ونجرب نختار درجة أعلى وليكن البيزنس كلاس. نختار الجي مثلا، تعالي نحط التوقيع برضو نمضي ونحفظ نسيب الأول، وبعد كده نجرب نعمل اف اكس كيو. هنعمل موف داون ونشوف التوتال اللي هيظهر عندنا تحت، ده المفروض المسافر هيدفعه. هنكمل برضو الخطوات عادي، نسيب ونحفظ ونكمل لحد الطباعة.
سي رقم 2 مظبوط. تعال نرجع نعمل ار تي. المفروض هيظهر عندنا رقمين تذكره، التذكره الجديده اللي هي تذكره رقم 6. عايزين نجرب نعمل ريفاند على التيكت دي قبل ما نجرب ناخد مثال على المانيوال دي اتش. افكرك الامر اللي انا بعمله في التدريب عشان يخليني اعمل ريفاند اللي هو الامر بتاع تي ار تي اس. تعالي نعمله عشان نقدر ناخد ريفاند على التيكت دي. تي ار تي اس الامر تي ار تي اس شارلي شوجر. في الحرف اللي قبليه ده منه مش موجود. تمام. خليك فاكر الامر ده انت مش هتعمليه في شركه سياحه، احنا بنعمله بس في التدريب عشان نقدر ننفذ الريفاند. هنعمل ار تي مره ثانيه ونجرب امر الاوتوماتيك ريفاند على التذكره الاكتف اللي هي في الصف رقم 6. هيبقى الامر بتاعي اللي هو تي ار اف سلاش ال 6 تي ار اف تيكت ريفاند، بعد كده سلاش اللاين رقم 6 ال 6، بعد كده سلاش وهنكتب اي تي سي اللي هو اختار اماديه تيكت تشينجر الفا تومي تشارلي. تومي تشارلي وده اختار اماديه تيكت تشينجر. احنا خدنا ريفاند المره اللي فاتت ولا لا؟ طيب عشان كده الامر ده بنسميه اوتوماتيك ريفاند. اوتوماتيك ريفاند معناه ان لو العميل عايز يلغي التذكره بتاعته بعد يوم او اكتر من تاريخ الطباعه بتاعتها، السيستم هينفذ الريفاند بالشكل ده. التي ار اف يعني تيكت ريفاند، ال 6 هو رقم الفصل اللي فيه تذكره الاكتف، والاي تي سي اللي هي اختار كلمه اماديه تيكت تشينجر او اوتوماتيك تيكت تشينجر. عن طريق التلقائي ده او عن طريق برنامج الالغاء التلقائي الاماديات هيجيب سعر رحله الذهاب والعوده ويشوف الغرامات والضرايب ويطلع لك المبلغ المسترد للعميل اوتوماتيك. عشان كده بنسميه اوتوماتيك تيكت تشينجر. تعالي ندوس انتر ونشوف الشاشة اللي هتظهر عندنا. وانا بعمله للتيكت اللي هي خلاص الجديدة صح صح، ولا لأن التيكت القديمة اتعمل عليها ريش. بس استنيتي ثواني في الشاشة اللي ظهرت عندك دلوقتي. هيظهر فوق خالص إن التذكرة دي كانت تذكرة إلكترونية، ده التاريخ اللي اتصدرت فيه اللي هو ديت أوف إيشيو. هنا مكتوب البيانات الأساسية اللي فيها رقم التذكرة وكود شركة الآياتة بتاعتها. مكتوب هنا الديستنيشن، الرحلة دي طالعة من كايرو لندن ولندن كايرو. وعلى اليمين هنا حالة التذكرة انها open او ticketed، وهنا التاريخ اللي احنا بنعمل فيه ريفاند، وده اليوزر نيم بتاع الموظف، واحنا بنستخدم الاوتوماتيك ريفاند دلوقتي حالا. لو نزلنا تحت شوية هتلاقي السيستم بيسترجع رحلة الذهاب والعودة اللي احنا بنسميه الكوبون رقم 1 و2 اللي هو الذهاب والعودة اللي موجود عندنا. ده سعر التذكرة اللي العميل دفعه عندنا اللي احنا كنا بنسميه الفير بيت، ده من غير الضريبة. لو المسافر استخدم الذهاب او العودة السيستم كان هيحسب هنا المستخدم من التذكرة. طالما ما فيش حاجه استخدمها فبيظهر عندي في المستخدم او الفير يوز زيرو، يبقى المبلغ ده هيرجع للمسافر بالكامل. لكن الضرايب دي اللي احنا بنسميها ريفاندبل تاكس اللي هي الضرايب المسترجعه، اوتوماتيك السيستم بيخصم الضرايب اللي هي نار ريفاندبل زي اللي احنا كنا شايفينها قبل كده، اذا كانت الاكس ال او الاي سي على الخط الفاضي. راح جمع المبلغين دول على بعض فقال لك المبلغ التوتال المفروض يرجع للمسافر من التذكره دي 5900 او 59,665. لو في اي غرامات او كانسليشن بناليتي على التذكره كان السيستم حطها هنا اوتوماتيك. انا هنا مش محتاج احط الغرامات دي بنفسي، هو هيحطها ويخصمها. عشان كده في الاخر خالص المبلغ اللي هيرجع للعميل هو المبلغ ده. اول ما هشوف المبلغ ده على السيستم هنقص منه العموله اللي انا كنت عاطيها للمسافر. اذا كنت واخد عموله ساعه طباعه التذكره 200 300 جنيه هنقصها من المبلغ ده. هننزل تحت ونعمل كليك على بروسس ريفاند. لو كتبت كليك على بروسس ريفاند معناها ان احنا هننفذ عملية الاسترجاع دي. جرب اعمل كليك عليها لو بتكتب اي حاجة براحتك، وبعد كده نشوف هتظهر عندي ازاي. جرب اعمل كليك مرة تانية. جربي تاني. تمام. هتلاقي عندك اختيار بيقول لك سيف اند كونفيرم، هنعمل كليك عليها. هيطلع لك فوق ان تم استرداد التذكره دي بنجاح. ممكن اقفل الشاشه دي علامه الاكس اللي موجوده فوق او كلوز.
هنرجع نحط التوقيع بتاعنا، هنعمل ريسيت دبلوم ونعمل بي ار. بعد كده نشوف رقم السطر اللي فيه التذكرة اللي هو رقم 6، هتلاقي حالة التذكرة بتاعتك بعدها بدل ما كانت هنا اي تي بقت اي ار. اي ار يعني تذكرة الكترونيك ريفاندد، او التذكرة دي اتعمل لها ريفاند. لو فتحت التذكرة دي مرة ثانية من هنا هلاقي حالة التذكرة دي معاها ريفاندد، ابقى انا مطمن انها رجعت لي الفلوس بتاعتي من شركة الطيران الى حساب شركة السياحة بتاعتي. هنقفل الشاشة دي برضه من علامة الاكس عادي ونرجع لملف الحجز. المفروض بقى نكنسل رحلة الذهاب والعودة. هنجرب نكنسل رحلة الذهاب والعودة، هنعمل اكس اي، وبعد كده نحط التوقيع ونحكي. كده بشيلها خالص بقى. انا كده اه بحضر رحلة الذهاب والعودة وبكنسل كمان الايتينري، وانا المفروض الفلوس بتاعتي رجعت لي دلوقتي. هنقفل الملف ده ونروح نشوف التقرير بتاع المبيعات عشان نتأكد التذاكر رجعت لنا شكلها ازاي او موجودة فين. تعالي نعمل إجنور. ممكن نظهر تقرير مبيعات بالأمر اللي احنا كنا بنعمله هو تومي جاك كوين تي جي كيو. التذاكر اللي احنا طبعناها دلوقتي ظهرت هنا على اليمين، مكتوب حالة التذكرة تكت التذاكر دي الأولانية، التذكرة الثانية لما عملنا عليها ريش، التذكرة الثالثة لما اتعمل عليها ريفاند ظهرت بعلامة الماينس سنة، معناها دي الفلوس اللي رجعت لي من شركة السياحة. وهتلاحظ ان هي اجمالي ثمن التذاكر الاصليه بعد التذكره اللي اتعمل لها ريش. فانا كده مطمن ان انا شغلي مظبوط، ما عنديش مشكله في الملف ده. تعال نعمل اجنور ونجرب نعمل مثال تاني على الخطوط السعوديه، نرفع عليها برضه التذكره عشان نلاقي الغرامات والشروط الجزائيه، ونجرب نعمل عليها مانيوال ريش، وبعد كده نجرب الريفاند تاني. برضه نجيب رحله في اي تاريخ انت عايزاه، وليكن من 10 جون من كايرو الى جده، ونكمل الحجز لحد الطبعة. برضه على كلاس رقم 5 رقم 14 عشان نختار أقل سعر ممكن نلاقيه، وبعد كده نكمل البيانات العادية لحد ال 16. تعالي نجرب نشوف الغرامات والشروط الجزائية على التذكرة دي بافتراض إن أنا مش عارف إيه اللي هيظهر عندي. هنعمل أول اف اكس اكس سلاش ار كوما، ونكتب التاريخ اللي صدرنا فيه التذكرة النهاردة 28 أبريل. بعد كده نعمل اف كيو ان واحد، ونحط علامة الديسبلاي، ونحط البي اي فور بناليتي. هيظهر عندي هنا الكنسليشن دلوقتي صفر. تعالي نعمل موف داون لحد ما نشوف الغرامات بتاعة الاكسشينج. الاكسشينج هيظهر عندنا 150 ريال،
او 200 لو احنا اتاخرنا شويه. عايزك تفتكري التذكره دي كمان هيكون عليها غرامات في حاله الكانسليشن، المفروض ان احنا نضيف عليها النهارده لما نيجي نعملها ريفاند، اللي هي بير تيكت اللي تشارج هتبقى 300 ريال لو حبينا نعمل ريفاند لو اكتر من يومين من تاريخ السفر، لو اقل او في خلال اليومين هندفع 350 ريال. هنبقى نضيف على الشروط دي لما نيجي نعمل ريفاند. تعال نجرب نحول المبلغ ده من 150 ريال نحوله مصري عشان نعرف الغرامات بتاعتي هتكون كام. هيبقى انا عندي 631 جنيه، دي اللي احنا قلنا هنكتبها مع بعض كده في نقطة صغيرة، لأن دي غرامة التشينج وبناليتي، والكود بتاعها اللي احنا هنحطه في المانيوال اللي هو سي بي. كان عندي غرامة اللي هي بتاعت الاي 3 لسه مش عارفين قيمتها، وكمان الاكس ال بتاعت وزارة المالية المصرية. تعالي نرجع الملف، هنعمل ار سي برضه، نبدأ نجرب نغير رحلة الذهاب والعودة، التواريخ الجديدة، ممكن نعمل افيلابيلتي جديدة يوم 12 والعودة يوم 22. ونحاول المرة دي ناخد درجة أعلى من الفي كلاس عشان يظهر عندي فرق في الغرامات شوية أو فرق في السعر، نشوف إزاي هنتعامل معاه. إحنا في العادي كان المفروض ناخد الفي كلاس اللي موجودة عندنا، تعالي نجرب نختار درجة أعلى شوية زي الإم كلاس. هنختار برضو الإم في الصف رقم 5 في الصف رقم 14. هنكنسل برضه الرحلات القديمة. هنجرب دلوقتي نعمل المانيوال ريشيو بالنسبة لنا لما نعرف الأسعار القديمة، عايزين نجيب السعر بتاع التذكرة القديمة اللي هو موجود في الصف رقم 7. هنعمل أمر بتاع تي دبليو دي سلاش ال 7، نفتح بيانات التذكرة الصف رقم 7 القديمة. المفروض ان احنا هنكتب مع بعض كده، لو معاكي النوتس بتاعتك عايزك تكتبي الحاجات دي عشان الاسعار هتفرق شويه. ال 4100 دي هنكتبها اللي هي الفير، تحتها 1919 اللي هي توتال تاكس، و6019 اللي هو اجمالي تمن التذكره، ودي كلها الاسعار القديمه اللي احنا اتعودنا عليها. بعد ما نكتب الكلام ده عايزين نكتب الامر بتاع تي دبليو دي سلاش تاكس، وناخد كوبي من الضرايب بتاعتنا. جربي خدي كوبي من الضرايب دي، اعملي كليك ودراج عليها وخدي كوبي منها. نعملي الامر تاني عادي تي دبليو دي سلاش تاكس. هجرب اخد لي كام كليك من عندي لو مش قادرة تعمليه على طول، ثانية واحدة كده. جرب احط لي في اي نوت من عندي من هنا نقدر نبص عليه، ونبقى نقارنه بالضرايب الجديدة اللي هتظهر عندنا في الملف. هرتب الدرايف دي برضو زي ما اتفقنا عشان يبقى سهل علينا ان احنا نقارنهم ببعض، فهرتب الدرايف تحت بعضها. تعالي نرجع الملف نعمل ار تي مرة ثانية. عايزين بقى نصعد ملف الحجز الجديد ونخزن السعر فيه، فهنعمل اف اكس بي وهنحط التوقيع بتاعنا، هنمضي ونحصل. بعد كده هنفتح السعر اللي متخزن عندنا في الملف، هنعمل تي كيو سي
محتاجين نكتب الثلاث اسعار اللي موجوده عندنا دلوقتي. السعر الاساسي دلوقتي اللي هو 8000، الضرايب 1919، التوتال 9919. كده يبقى في فرق عندي ما بين السعر الاساسي القديم والسعر الجديد، لكن الضرايب زي بعضها تقريبا. تعالي نجرب نبدا نغير في البيانات دي، بس مش هنروح على التاكس على طول، لازم نطلع فوق الاول عند الاختيار اللي هو سيت سي اس تي فور مانيوال ايشيو، ده هنبدا بيه الاول. بعد ما نمسح المبالغ دي لو السيستم قفل، نجرب برضه نفتح السيستم مرة ثانية. جرب يعمل لي الأمر بتاع تي جي كيو اللي هو تومي جاك كوين، عشان نقدر إن إحنا نجيب رقم الملف اللي إحنا كنا شغالين عليه دلوقتي. الأمر اللي هو تي جي كيو تومي جاك كوين، جربي كده الأمر تاني. تعالي ناخد كوبي بقى من الرقم الأخير خالص اللي تحت ده، شايف العمود اللي قبل الأخير، أو نكتبه براحتك اللي هو تومي كان بيان كيانكي ناين أوسكار، هو آخر واحد؟ آخر واحد ده. اوه تمام، وانتر. تعال نجرب تاني نفتح الملف، نعمل تومي كوين تومي، نشوف كده بيانات التيكت اللي جوه. هنعرف منين ان احنا اللينك بتاعنا اشتغل ولا لا؟ لو لقيتي الضرايب متصفره والتوتال متصفر، يبقى احنا عملنا كليك على اللينك بتاع تي اس تي. لو لا، تعالي نعمله تاني، هنعمل كليك على تي اس تي ونختار اوكي. نشوف لو بصيتي تحت هتلاقي الضرايب اتصفرت، معنى كده ان انا بدأت اشتغل مانيوال ايشو. هندخل عند تاكسي، عايزك تشوفي الضرايب اللي احنا جبناها قبل ما نستعجل ونحطهم. طبعا الضرايب القديمة والجديدة شفتها، كان موجود على صفحة المكتب هنا، ده اللي كان فيه ضرايب رقم واحد اللي هي 300، اللي بعدها 19، نفس الضرايب تقريبا. اتفقنا لو لقينا فرق كنا هنحطه هنا. احنا هنقفل الشاشة دي وهنرجع مرة تانية عندي على الصفحة بتاعتنا في الضرايب. تعالي ننزل تحت نعمل كليك في أي خانة فاضية ونبدأ نحط الضرايب اللي احنا عايزينها. أول ضريبة هنحطها اللي هي 631 جنيه، والكود بتاعها اللي هو كان اسمه سي بي اللي هو كانسليشن أو تشينج بناليتي. الضريبة التانية اللي هي هتكون 11 جنيه اللي اسمها اكس ال، وطبعا احنا ممكن نشوفها من الشاشة دي أو من الشاشة اللي فاتت، دي ضريبة الدمغة المصرية. بعدها كمان هنحط المبلغ اللي بعدها اللي هي 68 جنيه خاصة بالخطوط الصعيدية، والكود بتاعها AC. هنا مفيش حاجة تانية هنحطها في الضرايب، هنعمل أبديت ونرجع للصفحة بتاعتنا فوق عن طريق اللينك الأولاني اللي على الشمال اللي اسمه View Modify TSP. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي التوتال اللي المفروض التذكرة هتطبع بيه 710، وده مش صحيح المرة دي. احنا عايزين دلوقتي نطلع فرق سعر التذكرة الأساسي القديم من الجديد. شوفي انت عندك السعر الأساسي ده كان كام التذكرة القديمة؟ 400 تقريبا، وهنا المفروض 8000، يبقى ده فرق التذكرة ما بين القديم والجديد. المفروض المسافر هيدفع فرق تقريبا 3900 جنيه. ال 3900 الفرق اللي احنا شفناهم ما بين الفير بيز القديم والجديد هنزود عليهم 710. فعايز كده لو معاكي آلة حاسبة أو على الموبايل بتاعك هتطرحي 8000 اللي هو الفير الجديد ناقص الفير القديم اللي هو 400، المفروض السيستم هيديكي 3900. هنروح مزودين عليه المبلغ اللي تحت ده اللي هو الضرايب والغرامات اللي احنا حطيناها، ونمسح المبلغ اللي تحت ده ونحط التوتال دلوقتي. كده التوتال بالتاكس صح كده؟ تمام. مظبوط، هنجرب نمسح المبلغ ده. ننزل تحت نعمل كليك على ابديت اند سيف عشان نسيب البيانات دي. بعد ما نعمل ابديت اند سيف ننزل تحت شويه كمان ونغير طريقه الدفع القديمه والجديده. هنعمل كليك على مانج فورم اوف بيمنت، هنختار طريقه الدفع القديمه الاول
ونختار الدروب بوكس الصغير ده ونختار منه الأولد كان كاش، وننزل نختار النيو كاش برضه. بعد كده نعمل كليك على اد، وبرضه ننزل تحت نعمل كليك على ابديت اند سيف واحنا ماشيين. نطلع نراجع فوق التواريخ، بص لحظة التاريخ بتاع النوت فاليد بيفور النقطة اللي الأكثر مش موجودة الاثنين، هنحط التاريخين بتوع الظهر فوق وتاريخين العودة تحت. فالنوت فاليد بيفور 12 جون 2020، نفس الموضوع 12 جون 2020 ده بالنسبة للذهب، وتحت 22. تأكد إن الشهر اتكتب فوق مظبوط عشان تحس إن ميقابليش ايرور ولا حاجة. تمام، هنعمل برضه أبديت أند سيف في الملف. لو سيبنا آخر حاجة ندخل نعمل الأمر بتاع استبدال التذاكر القديمة اللي هو اللينك الأخير فوق اللي هو كرييت أوريجينال إف أو. بعد كده هنعمل كليك على كرييت. لو رجعنا للملف تعالي برضه نعمل أبديت أند سيف قبل ما نقفل الملف ده. إذا قفلنا الشاشة دي من فوق من علامة الإكس هنرجع لملف الحجز. معانا رقم الـ TRC، هنحط التوقيع بتاعنا الأول ونطبع تذكرة جديدة. نعمل RT ونتفرج على الملف تاني. هنلاقي التذكرة الجديدة طلعت وفيها المبلغ بتاعنا اللي هو 4610. تعالي نشوف ازاي نقدر نجرب نعمل لها ريفاند برضه. احنا عرفنا التذاكر اللي طلعت النهاردة مش هينفع نعمل لها ريفاند، المفروض نعمل لها فويد. عشان كده كنت بعلمك الامر ده بنعمله في التدريب اسمه تي ار تي اس. تي ار تي اس كانه بيقفل اليوم اللي انا فيه وبيفتح لي يوم جديد على كده. فاحنا هنعمله في التدريب بس مع بعض دلوقتي، لكن اكتب عندك نوت كده ان ده مش هتستخدميه ابدا في شركه السياحه. بعد ما نعمل الامر ده تي ار تي اس نجرب ننفذ الامر بتاع الريفاند ونشوف. تي ار تي اس تكتب الامر الثاني كده، انا هكتبه لك تاني عشان تفتكري. تي ار تي اس هو تيكت ري تي اس. بعد ما تكتبي عندك تعليم دوس انتر، وايا كانت الرساله اللي هتظهر ما تشغليش بالك بيها، ده معناها ان انا بعمل ترحيل لكل التذاكر اللي طبعت من الشاشه بتاعتي النهارده. نعمل ار تي ونرجع للملف. التذكرة بتاعتنا في السطر رقم 7، تعال نجرب نعمل اوتوماتيك ريفاند ونشوف هو هيجيب لي الغرامات ولا لا. افتكري كان في التذكرة دي عليها غرامة كانت 300 ريال لو حابين نعمل لها ريفاند. هنعمل تي ار اف سلاش وهنختار التذكرة اللي في السطر رقم 7 اللي 7 بعد كده سلاش وهنكتب اي تي سي اما دي ستيك تشينج. حيث أن عندنا كان معتاد السعر الأساسي اللي هو الفير بيت والضرايب والتوتال، هنجرب ننزل تحت كده نشوف إذا كان في عندي بناليتي أو في عندي غرامات ولا لأ على كده. لو لاحظتي هيظهر عندك عند كلمة الكانسليشن مفيش أي غرامات هنا، لأن السيستم بدأ يحسبها صح إن في الفترة دي كل شركات الطيران عمل لي ريفاند أو التغيير مجانا بدون تكلفة. فتعالي نفترض إن أنا عايز أحط المبلغ ده بنفسي، أو إن أنا السيستم ما حسبوش صح، أنا عايز أنفذ الريفاند وحط عليه غرامه اللي هي 300 ريال اللي هي احتمال هتكون 1200 مثلا 62 جنيه. تعالى نجرب نكتبها بايدينا واوريك ازاي نسجل الغرامات بنفسنا. ننزل في المربع اللي تحت قدام الكنسليشن بناليتي ده واكتبي فيه المبلغ اللي انت شايفاه. هنا الخانات اللي موجوده هنا مكتوبه الخانه بتاعت الكوميشن، مش هنكتب فيها حاجه مظبوط. هنكتب هنا المبلغ بتاعنا وليكن 1262 بافتراض ان انا هسجل الغرامه دي بنفسي واجبر السيستم ان هو يخسر. هننزل تحت نعمل كليك على سيف تشينج. طالما عملت تغيير في الشاشه دي او في المصر ده هنعمل كليك على سيف الاول. هتنزلي مره تانيه تحت هتلاقيه خصم المبلغ اللي انت كتبتيه بايديك من الكنسليشن او الغرامات من التوتال بتاع التذكره. هنشوف التوتال اللي هيظهر ونرجعه للمسافر، وبعد كده نعمل بروسس ريفاند او ننفذ الريفاند. وعندنا فرصه كمان ان احنا نرجع فيها لو عملنا كانسل للريفاند، معناها ان انا عايز اسيب التذكره اكتف زي ما هي ما الغيهاش.
مفروض هذا المبلغ اللي هيرجع للمسافر اللي هو الأخير خالص اللي هو 8578، هنعمل كليك على بروسيس ريفاند برضه ونختار سيف اند كونفيرم ونرجع تاني نقفل الصفحة بتاعتنا. نحط التوقيع بتاعنا، نعمل سيف الفومو اي ار، وبعد كده نجرب نكنسل الحجز بالكامل. هنعمل اكس اي والتوقيع واي ار وبعد كده اجنور. بعد ما حفظنا الملف ممكن نعمل اجنور ونروح نشوف تقرير مبيعات مرة ثانية عشان نتأكد ان التذاكر دي رجعت لي في التقرير وظهرت حالة التذاكر انها ريفاند عندي. اخر تذكرة ظهرت اللي هي 8578 وقدامها حالتها كانت ريفاند، يبقى الكلام ده كده مظبوط. تعالي نعمل اجنور مرة كمان. عايزين نجرب نطبع تذكرة صغيرة على رحلة ذهاب وعودة وأوريك إزاي بنشوف الأسعار بتاعتها أو الغرامات في بعض الأحيان. هاتي برضو رحلة من كايرو لجدة، اختاري برضو أي تاريخ يعجبك. هنحجز برضه مقعد واحد على البي في الصف رقم 5 ورقم 14. لما تكتبي اسمك يا منى عايزة تكتبي الابريفيشن جنبيه ده، بس ثواني، هتكتبي ام اس بس. ام اس دي تعني مس منى، عنيفة اكتر من 12 سنة. الام اي اس اس اللي انت كتبتيها معناها انها بنوتة اقل من 12 سنة. جربي كده نكمل الملف، وقبل ما نحفظ افتكري حتى اوامر التعديل فيه نقدر نعدله دلوقتي. تعالي نفتكر التعديل ازاي. نعمل نيو اللي هو نيم ابديت. تعالي نفتكره سوا. نكتب واحد اللي هو رقم المسافر، مظبوط. نحط سلاش ونكتب الاسم الصحيح منا على طول تاني. هو مكتوب كامل ولا؟ أنا مش محتاج أعدل في اسم العيلة، فأنا مش هكتب أحمد، هكتب منا على طول وأكتب جنبها مسافة أم أكس وإنتر. في عندك بس علامة الداش زيادة في الأول خالص، جربي كملي الأمر بتاعك.
بعتقد دي بقى تمام. نبقى نعمل ارتي. تعالي نشوف الحالة دي. في بعض الأحيان في الأوقات اللي احنا فيها ممكن يجي لنا عميل يقول لنا إن أنا ميعاد السفر بتاعي قرب يجي، وليكن يوم 10 6. في نفس الوقت العميل بسبب الظروف اللي بتحصل في أي دولة أو بسبب الأحداث اللي موجودة بيطلب مننا إن هو يلغي التذكرة بتاعته، بس مش عايز يكنسلها ونعمله ريفاند ويتعرض للغرامات، عايز بس يلغي رحلة الذهاب والعودة ويسيب التذكرة عندنا، بنسميها تذكرة مفتوحة أو تذكرة متعلقة عندنا على السفر. لما يقرر يسافر في أي وقت نرجع مرة تانية نجيب له رحلة جديدة ونحجز له عليها ونعمله ري إيشيو. طبعا في بعض شركات طيران بتسمح لي إن أنا أعمل الكلام ده وبعض شركات طيران لأ، لكن أنا هوريك الحالة دي إذا ظهرت قدامنا. ممكن نكنسل رحلة الذهاب والعودة اللي هي في السطر رقم 2 و3 من غير ما نعمل أوامر الريفاند أو الفويد. معنى كده إن أنا برجع المقاعد دي لشركة الطيران، بس بحتفظ برقم التذكرة والفلوس بتاعة العميل عندي وعند شركة الطيران زي ما هي. تعال نجرب نكنسل السطر رقم 2 و3، بس هنستخدم الأمر المرة دي بتاع اكس اي، مش هنستخدم الاكس اي، لأن الاكس اي هيكنسل كل حاجة بما فيها رقم التذكرة. فأنا عايز أكنسل بس رحلة الذهاب والعودة في السطر رقم 2 و3. هنحط برضو التوقيع ونعمل اي ار ونتفرج على شكل الملف بعد كده. ده عملنا اي ار تاني. لو بصيتي على الملف دلوقتي اذا فتحتيه في اي وقت هتلاحظي ان اسم المسافر موجود، التليفون، لكن في رقم تذكره موجوده في الصف رقم 4. لما بنشوف تذكره هنا معناها ان المسافر ما عملتوش لا فويد ولا عملت له ريفاند للتكت. أول حاجة إزاي أقدر أجيب سعر التذكرة دي؟ لو جالي المسافر بعد كده حب يغير أو يعدل، إحنا كنا متعودين نحط شهر كومة ونكتب. ممكن ما نعرفش بعض البيانات دي، لكن لو أنت عايز تجيب التاريخ اللي صدرت فيه التذكرة ممكن يظهر من هنا. التاريخ ده هو تاريخ إنشاء الملف أو الملف ده اتعمل يوم كام. ممكن يكون هو نفس التاريخ اللي صدرت فيه التذكرة وممكن لأ. ممكن كمان نفتح التذكرة عندنا اللي في الفصل رقم 4. تعالي نجرب نعمل كليك على رقم التيكت. عايزين نجرب نجيب بقى الغرامات والشروط الجزائية بتاعتنا. لو عملنا كليك عليها هتلاقي عندك التاريخ بتاع الإصدار بتاع التيكت هيظهر عندنا فيها، نقدر نعرف. لو بصيت فوق خالص هنا هيظهر هنا إيه؟ الـ HU date، ده تاريخ الإصدار، وهو ده التاريخ اللي إحنا هنشتغل عليه دايما. تعالي نقفل الشاشة دي ونجرب نسعر ملف الحجز، نشوف هل هيتسعر بالطريقة العادية بتاعتنا ولا لأ. نعمل كليك على علامة الإكس اللي موجودة فوق، نجرب الأمر طب بتاعنا اللي هو هو هيتسعر الطريقة عادي بتاعتنا. من غير رحلة؟ بالتأكيد لأ، أنا بس عايز أوريك الحاجات دي وأوريك ليه أنا محتاج أعلمك أمر تاني أقدر أجيب بيه الأسعار بتاع الرحلات في اللحظة دي. لو عملنا إف إكس إكس، حطينا سلاش، كتبنا آر كوما، كتبنا التاريخ بتاعنا. هتلاقي السيستم يقول لك نيد ايتينري، يبقى الاوامر بتاع الاف اكس اكس عموما دي والاف اكس دي ما بتشتغلش غير لما بتكون عندي رحله ذهاب وعوده. طيب نعمل ايه في الحاله دي؟ تعالي نرجع تاني نعمل ار تي، نرجع للملف. عايزين نجيب المعلومات اللي احنا عايزينها من جوه التذكره دي. ممكن نعمل كليك مره تانيه على رقم التيكت ونشوف البيانات اللي احنا هنشوفها فيه. اي تذكره لما بنفتحها الاول نروح عند حاله الكوبون. الكوبون ستاتس ده معناها الكوبون ده او التذكره بتاع الذهاب ما زالت مفتوحة في الذهاب وفي العودة، يعني أنا من حقي أستخدمها أو المسافر لسه ما استخدمش فيها أي حاجة. لو أنت عايزة تجيبي الأسعار والشروط الجزائية بتاع التذكرة دي أنا محتاج أعرف البيانات بتاعتها، يعني هعرف إن الرحلة دي بتغادر من كايرو إلى جدة، أنا هعرف إن الرحلة دي كانت 2 الصبح، هشوف الخطوط السعودية بتاعتي والكلاس بتاع الذهاب والكلاس بتاع العودة، بعد كده هحدد التاريخ بتاع الذهاب وتاريخ العودة. كمان هاخد كوبي من الكود ده، الكود ده اللي هو اسمه الفير بيز اللي احنا بنسميه الكود اللي السيستم على أساسه بيسعر التذكرة. عايزك تكتبي البيانات دي عندي كده في نوتة صغيرة. هنكتب الرحلة دي اللي احنا عايزين نجيب سعرها هي كايرو جدة، ونكتب جنبها الايرلاين الاس في، وبعدها نكتب الكلاس الفي كلاس، تاريخ الذهاب كان يوم 10 جون، تاريخ العودة يوم 20، ونكتب الكود الخاص بالتسعير ده اللي هو الفير بيز عندك في نوتة صغيرة عشان نقدر نقارن منه بعد كده. بعد ما تكتبي البيانات دي هنجرب نقفل الشاشة دي ونشوف ازاي نجيب الأمر ده مع بعض.
انا باخد كمان ايه الفير بيز اللي هو الكود الخاص بأساس التسعير، ده اللي أنا بسميه الفير بيز، ساعات بنسميه المسمى السعري أو كود أساس التسعير. الكود ده بناء عليه لما يعرف التفصيلة بتاعت السعر يبقى فيها كل المعلومات اللي أنا عايزها. يبقى أنا بعرف هي جاية منين وفين والفير بيز. تمام، تعالي نقفل الشاشة دي من فوق من علامة الاكس. هنرجع لملف الحجم. الأمر اللي أنا عايزك تكتبيه أمر اسمه FQB، هجرب أكتبه لك هنا ونكتبه مع بعض. الـ FQB ده لو عملت كليك على الشاشة الكنترول هيكون معاك تاني دلوقتي. تمام، هنكتب FQB. الـ FQB ده دي فور بالانس، اختصار فير كوت برايسنج او فير كوتيشن برايسنج، ده امر حساب الاسعار. الامر ده كنا بنستخدمه زمان قبل ما يبقى عندنا امر زي الاف اكس دي او بعض اوامر التسعير، بيجيب لي سعر رحله الذهاب والعوده او رحلات متعدده او ذهاب بس، وبيجيب لي سعر شامل الضرايب. الترتيب بتاع الامر ده هنكتبه مع بعض واحده واحده. تكتب بعديه مطار المغادره، فهنكتب كايرو الاول سي اي اي. هنكتب هنا كايرو سي اي اي بعدها سلاش، هنكتب حرف دي اللي هو اختصار كلمة ديت التاريخ اللي انا مسافر فيه، هنكتب تاريخ الذهاب اللي موجود عندك اللي هو يوم 10 جون. بعد كده هنحط سلاش، هنكتب هنكتب حرف الاي اختصار ايرلاين، ونكتب كود شركة طيران الخطوط السعودية اس دي. بعد كده نحط سلاش، وهنكتب حرف السي اللي هي اختصار كلمة كلاس الأول. قبل ما اكتب رحلة العودة هكتب سي كلاس في اللي هو الفيكتور كلاس، الدرجة اللي احنا كنا رايحين عليها. من غير ما اسيب مسافة، من غير ما احط حاجة، هكتب المطار اللي انا عايز اوصل له اللي هو جدة على طول، فنكتب جي اي دي. كمان انا هحط شرط، علامة الماينس المرة دي. علامة الماينس دي معناها ان انا واقف عامل ستوب اوفر في المطار جدة. هنحط سلاش كمان بعدها، هنفتح بس سلاش واحدة منهم لأنها اتكررت. بعد كده هنكتب حرف دي اللي هو اختصار كلمة ديت. أنا عايز أكتب بقى التاريخ بتاع رحلة الذهاب، هنكتب حرف دي مرة تانية. العودة هتبقى يوم 20 جون، هنحط برضه سلاش. الإيرلاين بتاعتي هتبقى الـ SVV خطوط السعودية. لازم نحط حرف الـ A الأول قبلها منها، إيه يعني إيرلاين قبل الكود بتاع شركة الطيران، ونكتب بعدها اس دي. بعد كده نحط سلاش، ونكتب الكلاس بتاع العوده اللي هو كان في برضو، فنكتب حرف سي بعدها في. بعد كده هنحط مطار العوده بتاعي اللي هو كاير، هنكتب سي اي او. كمان نحط سلاش، معلش هنجرب نجيب الامر تاني بالظبط. هنحط سلاش كمان ونكتب ار كوما، ونكتب التاريخ اللي احنا صدرنا فيه التذكره اللي هو 28 ابريل 20 عشان يديني السعر المفروض 20 بس. تمام، لو كتبت الامر ده كله عندك في النوت براحتك هيظهر عندك السعر اللي احنا عايزينه. عايزك تقارني الكود اللي السيستم طلعه دلوقتي اللي هو الفير بيز ده بالكود اللي انت كاتباه عندك في النوت، هل الاثنين دول زي بعض بالظبط ولا لا؟ اهو طالما نفس الكود يبقى انا كده
كده مطمن ان السعر بتاعي ده مظبوط اللي المسافر خده، اقدر اجيب الغرامات والشروط الجزائيه اللي هتفترض دلوقتي واكمل شغلي عادي. ازاي نجيب الغرامات؟ نفس الامر بتاع اللي هو اف كيو ان، وهكتب رقم الفاتوره دلوقتي 1، احط علامه النجمه واكتب البي اي، هيطلع لك الغرامات والشروط الجزائيه، ونقدر نكمل نعمل ري اتش ونعمل اللي احنا عايزينه. ده عملت الامر ده، اعمل لي موف داون، هتشوف الغرامات بتاعتنا اللي هي 150 ريال اللي احنا اتعودنا عليها على الخطوط السابقة. يمكن هتلاقيها في الصفحة التانية، لو عملت موف داون مرة تانية هتلاقي الغرامات ظهرت 150 ريال أو 300 لو احنا حبينا نعمل كانسليشن. أنا هنا بس جاي عشان أوريكي الأمر بتاع الـ FQB، إيه الفايدة بتاعته؟ طب احنا عرفنا الغرامات وعرفنا كل حاجة، تعالى نعمل RT، نكمل الخطوات بتاعتنا. مفترض بقى إن العميل عايز يغير رحلة الذهاب أو رحلة العودة، ونعمل له ري اتش ونكمله ونديله تذكرة جديدة. بعد ما شفنا الغرامات دي قلنا له عليها، هنروح على طول نعمل افيلابيليتي جديدة في التواريخ اللي هو عايزها، وليكن 12 زون والعودة يوم 22 زون على الخطوط السعودية. خليك فاكرة ان احنا طالما بنعمل ري اتش لازم يكون على نفس الايرلاين، ممكن اغير الدرجة اغير اي حاجة. لو هغير الايرلاين يبقى لازم اعمل له ريفاند دلوقتي، الغي التذكرة بتاعتي وابدا اديله تذكرة جديدة على شركة طيران كده. حط برضه علامة الديسبلاي واختار رحلة العودة يوم 22، غير تاريخ العودة عشان نبقى نشوف المختلف. تمام، نفهم برضه مقعد واحد وليكن على البي طالما موجودة، الصف رقم 5 ورقم 14. نجرب نحط التوقيع ونحفظ البيانات بتاعتنا، هتلاقي الملف رجع مرة تانية، ونكمل الخطوات العادية بتاعة الأوتوماتيك ريأكشن. لو حطينا التوقيع دلوقتي هنعمل سيف برومو إي آر. نعمل إي آر مرة تانية. بعد كده نجرب الأوتوماتيك ريأكشن اللي هو الأمر بتاع الـ FXQ. هتظهر عندك ان فرق السعر ما بين القديم والجديد صفر، فرق الضرايب زيرو. لو نزلنا تحت شوية هنشوف الضرايب اللي هي الغير مستردة، هتظهر 79 جنيه. غالبا لو عملنا موف داون تاني مش هنلاقي غرامات او شروط جزائية، هنلاقي البناليتي زيرو. يبقى التوتال للمسافر او اللي انا هدفعه كشركة السياحة فقط هي 79 جنيه بس. تعال نحط التوقيع، نمضي ونحفظ. لو عملنا اي ار هنجرب نطبع له التذكرة دي بنفس الامر بتاعنا، نعمل تي كيو تي. غالبا هيكون السعر ده رقم 2 بس الاحسن تشوفيه عشان تعرفي الرقم الاول، هنعمل تي كيو تي. لو ظهر السعر ده تي اس تي رقم 2 ممكن نستخدمه ونطبع بيه التذكرة دلوقتي. هنا بيانات جواز السفر اتمسحت معانا، طالما احنا كنسلنا الحجز فممكن تسجلي بيانات جواز السفر ونطبعه مرة تانية. كده هي لسه ما طبعتش صح؟ تمام، هنمضي ونحفظ ونجرب نعمل امر الطباعه. طالما حفظتي نصدر التذكره على طول، ما تنسيش بقى الكيس مين ده.
هنعمل RT ونرجع نتفرج على الملف ونتأكد إن التذكرة الجديدة ظهرت عندنا، فعلا هتظهر في السطر رقم 7. تعال نجرب برضه نعملها ريفاند بنفس الطريقة بتاعتنا، نعمل TRTS الأول. الأمر بقى اللي إحنا اتفقنا في التدريب هيخليني أسمح إن أنا أعمل ريفاند في نفس اليوم، هنعمله الأول هو TRTS. وبعد كده نرجع نشوف رقم التيكت، لو عملنا ار تي هنلاقيها في السطر رقم 7، يمكن هنعمل تي ار اف سلاش ال رقم السطر 7 ونعمل سلاش اي سي سي او اوتوماتيك تيكت تشينجر. هنا انت كتبت تي ار اف سلاش ال 7 بس ما خليتوش يعمل اي سي سي، فهو بيفتح لك ملف الحجز او بيانات التذكره بتاعتك. لو حطيتي الاي تي سي عشان يحسب الغرامات والشروط الجزائية ممكن نقفلها. هنا لازم تعملي امر الاجنور الاول، جربي كده لو حطيتي سلاش اي تي سي الامر كده صح، زودي بس عليه في الاخر سلاش اي تي سي. ممكن ننزل تحت على طول نعمل بقى بروسس ريفاند. نختار سيفن بكونفير، نقفله بقى من علامة الإكس عادي. لو حطينا التوقيع هنعمل إي آر، نكنسل بقى الحجز بالكامل، هنعمل إكس آي ونكمل خطوات الإلغاء بالكامل. ونعمل اي جي نعمل اجنور. في عندنا امر تاني زي الاف كيو بي بالظبط اللي احنا خدناه، محتاجه اخليكي تاخدي فكره عنه. لكن لو انا هقارن ايهما افضل استخدم الاف كيو بي ولا الامر اللي هورولي دلوقتي، انا بحب استخدم الاف كيو بي. الامر ده اسمه اف كيو دي، تعالي نكتبه سوا. اف كيو دي يعني فير كود ديسبلاي، ده بيعرض الاسعار برضه، بس الطريقه بتاعته ان انا بكتب المطارين جنب بعض، فهكتب كايرو جده على طول. يعني نجرب نكتب كايرو جده من غير مسافه، من غير سلاش، من غير اي حاجه. فهنكتب بعد دي كايرو جده، بعد كده نحط سلاش وهنكتب التاريخ بتاع الذهاب والعوده، ممكن نكتب حرف دي فور ديت، ونكتب تاريخ الذهاب يوم 10 جون، ونحط علامه النجمه عشان ندخل بينه وبنجيب تاريخ العودة، نخليه يوم 20 جون. بعد كده سلاش وهنحط حرف ال A for الايرلاين. بعد كده سلاش الكلاس بتاعي اللي أنا كنت بدور عليه كان ال V class. ممكن كمان نحط سلاش R كوما ونكتب التاريخ اللي احنا صدرنا فيه اللي هو يوم 28 ابريل 20، وانتر. سيبي الامر ده عندك، هو نفس الصيغه بتاع الامر اللي احنا خدناه من شويه بتاع الاف كيو بي، بس ده بيظهر سعر رحله الذهاب والعوده بس للذهاب بس او العوده بس، ما يقدرش يشتغل مع رحلات متعدده او مع رحلات كتير. نجرب نكتبه ونشوف الفرق. تعالي نجرب نعمل موف داون، ننزل الصفحة بتاعتنا من تحت شوية. دي البيانات اللي أنا عايزها تقريبا، ده نفس الكود بتاع الفير بيز اللي كان ظاهر عندك، ده في الصف رقم 1 في نفس البيانات بتاعتي برضه بنفس الطريقة. لو حبيت أجيب الشروط الجزائية والبنالتي هجيبها دلوقتي.
فأنا محتاج أشرح لك الشاشة دي سريعا كده عشان تعرفي البيانات اللي فيها. الفكر الأول ال LN دي معناها لاين نمبر، ده رقم سطر. الكير بيز ده اللي احنا كنا بنسميه المسمى التالي أو كود أساس التسعير. ال OW ده معناها لو في سعر ظهر تحتيه معناها إن السعر ده وان واي، ده ذهب بس. ال EGB ده عملة البلد اللي احنا مسافرين منها اللي هو الجنيه المصري. ال RT معناها راوند تريب، يعني السعر ده ذهاب وعودة. والسعر اللي ظهر عندنا تحت ده غير شامل الضريبة، ده السعر الأساسي بقى. ال B ده معناها بوكينج كلاس، الدرجة اللي احنا هنحجز عليها هي ال V كلاس اللي احنا محددينها. ال BEN اختار كلمة penalty، ال penalty يعني أهم الشروط الجزائية. فمكتوب هنا NRS يعني not refunded، التذكرة دي غير مستردة أو غير مسترجعة. وهنا بيحط لي أهم الشروط الجزائية، لكن لما نعرفها بالتفصيل هنستخدم برضه SQL واحد زي ما هنشوفها بعد شوية. ال dates و days دي بنسميها المواسم اللي بتغادر فيها الرحلات، اللي احنا كنا بنشوفها في التذكرة تحت كلمة not valid before و not valid after. ال AB عمود اختار كلمة advanced purchase أو إمتى أقدر أشتري التذكرة دي قبل السفر. هنا مكتوب حاجة اسمها advanced ايه؟ MIN، يعني من advanced purchase. advanced purchase بسيط؟ يعني التاريخ اللي أنا purchase، التاريخ اللي أقدر أشتري فيه التذكرة قبل السفر. بنسميه تاريخ شراء وطباعة التذاكر قبل السفر. ده اللي ممكن تحدد لي فيه شركة الطيران التايم ليميت، أو أنا مسموح لي أقدر أطبع تذكرة النهاردة أو بكرة أو أخده إمتى. طالما ظهر علامة الداش هنا تحتيه معناها إن مفيش شروط محددة فيه. الـ MIN والـ MAX دول بنسميهم المينيمم والماكسيمم ستاي، دي بنسميها الحد الأدنى لمدة الإقامة والحد الأقصى للتذكرة دي. هنا مفيش حد أدنى للمسافر، لكن التذكرة دي أو السعر ده حد أقصى يقعد 3 شهور في المدينة أو في الدولة اللي هو رايح لها. حرف الأر ده معناها روت، معناها السعر ده بيتسعر إزاي، بنسميه خط السير. فعشان كده ممكن نلاقيه مايلج حاجة اسمها حرف الام او روت. طبعا الحاجات دي انت مش محتاجة تعرفيها دلوقتي بالتفصيل، بس احنا بناخدها في كورس اسمه كورسات الدورات بتاعتنا، بنلاقي فيها تفاصيل الكلام ده ونقدر نحط. انا ما حبيتش اسيب الشاشة دي الا لما اكون عارفة البيانات اللي فيها. طب انا هدفي من الشاشة دي اعمل ايه؟ انا جاي اجيب برضو الغرامات والشروط الجزائية. هنعمل نفس الانتري بتاعنا اف كيو ان واحد، ونحط علامة النجمة ونكتب بي اي وندق عليه صح. هتظهر عندك نفس الغرامات ونفس الشروط الجزائية. إذا عملنا موف داون هنلاقي المبلغ بتاعنا اللي هو 150 ريال على كل تذكرة فيهم ما زال نفس المبلغ. تعال نجرب نعمل اي دي، نعمل اجنور. في مثال تاني اخير، لو العميل عندنا عايز رحلة متعددة، رحلة طويلة شوية، يعني ايه؟ هجرب كده اكتبها لك على الشاشة عندي لو ينفع. نفترض المسافر طلب منك رحلة بالشكل ده، انا هسافر من كايرو إلى جدة يوم 10 جون، ورحلة تانية هتطلع من جدة إلى المدينة يوم 20 جون، والرحلة الثالثة هتطلع من المدينة إلى كايرو يوم 30 جون. وهنفترض إن الرحلة دي كلها على الخطوط الجوية السعودية. إزاي نقدر نجيب رحلة زي دي؟ مبدئيا بالأوامر اللي إحنا خدناها، سواء الـ FXD ممكن أجيبها في خطوة واحدة، أو بالـ AM ممكن أعملها على 3 خطوات زي ما هنشوف، ونكمل الحجز بتاعنا عادي ونطبع عليه التذكرة. تعالى نجرب كده ناخد المثال ده ونشوف هنعمله ازاي. انا هفترض ان انا عندي 3 رحلات دول، هنصحهم بس من على الشاشه دلوقتي. تعالى نجرب نبدا بالافيلابيلتي الاول، نعمل اي ام يوم 10 جون كايرو جده، ونحجز على الرحله الاولى ونحدد الايرلاين بتاعتي. الخطوط السعوديه برضه مش هينفع اكتب علامة النجمة المرة دي، لأن علامة النجمة معناها إن أنا هرجع من جدة لكايرو. طالما أنا عندي رحلة تانية ممكن نعملها في سطر تاني. تعالي ندوس إنتر الأول ونجيب كل رحلة لوحدها ونحجز عليها. هنحجز برضو مقعد واحد وليكن على الفي في السطر رقم 5، أو طبعا أي رحلة أنا بختار الفي في السطر رقم 5 عشان الميعاد بتاعها مناسب، سواء في المغادرة أو الوصول على حسب راحة المسافر.
هنفترض إن إحنا خدنا مقعد واحد برضه على البي، مفيش عرض بقى منه، مفيش، هنجيب الذهاب ده، تمام، هنجيب availability، نجيب رحلة تانية، هنعمل إيه إن مرة تانية، يوم 20 جون من جدة إلى المدينة، ونحجز برضه على خطوط الصعبية. ممكن نعمل افيلابيلتي ثانية اللي هي تكون الرحلة الثانية يوم 20 جون من جدة إلى المدينة. اكتب اللي أنت عايزاه براحتك وبعد كده نحطه على طول. بعدين بقى بجيب الأغلبية التانية تمام تمام ماشي تمام هناخدها من جدة للمدينة برضه على الخطوط الفاضية. هنحجز برضه مقعد واحد على أي درجة زي البي كلاس في أي ميعاد مناسب لكده. كده انا حجزت رحلتين، هنجرب نعمل افيلابيلتي ونحجز الرحله الثالثه نفس الطريقه برضه، نعمل افيلابيلتي يوم 30 جون من المدينه الى كايرو. هنا الرحلة دي ما كانتش مسموح إن إحنا نحجز عليها، أو الكلاس اللي كان موجود ده ما كانش ينفع نحجز عليه. تعال نشوف رحلة تانية نجرب نحجز عليها بقى. اختاري أي درجة تانية من الدرجات اللي موجودة في الصف رقم واحد مثلا. الرحلة دي زار كانت ترانزيت، ما كانتش هترجع من المدينة إلى كايرو. لاحظي كده إنها رجعت منين؟ مدينة جدة، بعد كده جدة كايرو، شايفاها؟ تعال نجرب نكنسل الرحلتين دول اللي هي رقم 3 و4، ونجرب ندور على رحلة تكون مباشرة على طول. نكنسل 3 و4. تعالي نرجع الـ availability مرة تانية، ممكن نعمل AM يوم 30 جون مدينة كايرو، ونحدد الـ airline في الفندق. في أول رحلة كانت مباشرة، جربي احجزي عليها. كده بقى احنا حجزنا 3 رحلات. تعالي نكمل ملف الحجز ونطبع تذكرة عادي. طيب انا مسموح لي اعمل لحد 16 رحلة في ملف الحجز، يعني لو المسافر هيسافر 16 مدينة اقدر اقعد كده اعمل افيلابيلتي وفول سيت لحد 16 رحلة في الملف. عموما برنامج اماديس ممكن يقبل لحد 99 رحلة، لكن معظم شركات الطيران في الشروط بتاعتها بتديني 16 سيجمنت. كملي الملف عادي لحد ما نطبع تذكرة بتاعتك. هنسجل بس البيانات الأساسية ونحفظ الملف ونشوف حاجة كمان حتى قبل الطباعة. لو عملنا ER تعالي نقف ثواني كده ونشوف شكل الملف بعد ما نحفظه.
لاحظي كده ان الرحلات دي بنسميها رحلات منطقية. بمعنى ايه؟ لو صورت بس عندي في الشاشة هنا عشان اقدر اوريك الكلام ده. هيظهر عندك الرحلة الأولى دي طالعة من كايرو إلى جدة، آخر مطار إحنا موجودين فيه اللي هو جدة، فإحنا هنغادر من جدة، فالمطار الأخير هو نفس مطار المغادرة إلى المدينة. الرحلة الأخيرة دي هتنزل المدينة، هتطلع من المدينة إلى كايرو. بعض الأحيان المسافر بيقول لك أنا عايز آخد التذكرة اللي في النص دي، مش عايز آخدها طيران، عايز أستخدم مواصلة أرضية في السعودية، ممكن أجيب له باص مثلا أو عربية خاصة تقدر تاخده من المدينة إلى جدة. أولا قد يكون له أكثر من اعتراض، مثلا الاعتبار الأولاني قد يكون إن هو عايز يقلل تكلفة السفر، أو الحاجة الثانية إنها قد تكون أسهل بالنسبة له التنقل بعربية ما بين جدة والمدينة، عشان ما يقعدش يروح لسه مطار جدة، بعد كده يسافر للمدينة عن طريق الفندق، بعد كده يرجع تاني إلى مكة. في اعتبارات كتيرة أوي، لكن إزاي إن إحنا نجيب رحلة ذهاب وعودة وما نخليش الرحلة اللي في النص دي تكون موجودة؟ تعال نجرب نكنسلها كده، نفس الأمر اللي إحنا كنسلناها العادية، هنعمل إكس إي 3، ومحتاجين نحط مكان السيجمنت دي حاجة تانية بنسميها ارينج. الكود ده بيفهم السيستم ان انا قاصد ان الرحلة الثالثة دي مش هتكون طيران، عشان كده انا حذفتها او مش هجيبها. لو جربت تحذفيها هنعمل بعد كده امر اسمه اس اي، احنا خدناه يمكن اللي هو بتاع سيرفيس انفورميشن. هنكتب بعديه 4 حروف اي ار ان كي، الاي ار ان كي دول 4 حروف اختصار كلمة arrival not known أو الوصول غير معلوم، بمعنى إن أنا وأنا في جدة هوصل إلى المدينة بوسيلة مواصلات أخرى غير الطيران. الأمر ده الـ SI معناها Service Information، الـ Arrent معناها الوصول غير معلوم أو إن أنا خدت وسيلة مواصلات غير الطيران. بمجرد ما بتدوس في المكان اللي المفروض في رحلة فيها المواصلة الأرضية أو اللي هي مش متصلة، يعني هيخليها سيجمنت رقم 3 غالبا بعد جدة إلى المدينة. الكود ده اختياري، احنا ممكن نعمله في الملف وممكن لا، لكن يفضل إن احنا نعمله. إذا عملناه هنطبع تذكرة بنفس الطريقة دي، بس هيظهر عندك في المكان بتاع السيجمنت اللي احنا مسحناها كلمة أرينت، فالسيستم هيفهم إن أنت مسافرة من كايرو هتنزلي جدة، هتاخدي وسيلة مواصلات تانية مالهاش علاقة بالطيران، وهتوصلي بعد كده إلى مدينة المدينة ترجعي منها إلى كايرو. فالارين كده معناها ان في فجوه ما بين الاثنين، او في وصول بوسيله مواصلات اخرى غير الطيران ما بين الرحلتين دول. حطي التوقيع عادي وامضي واحفظي وكملي التسعير عادي لحد ما تطبعي التذكره، مش هتلاقي اي فرق دلوقتي حتى. لسه في حاجات كتير قبل الطباعة، تسعير بقى تمام. لو رجعنا الملف هنلاقي تذكرة واحدة موجودة وكل البيانات العادية بتاعتك تمام في الملف ده. تعال نجرب نعمل إجنور، نعمل أي دي. لو في عندك سؤال من على الحاجات دي قوليلي. لا تمام، هو بس
اللي هو الاسم ايه صغير. I A R N K. تمام، ده بنسميه arrival not known او الوصول غير معلوم. اكتب لك الاختصار بتاعه هنا. اللي هو الاربع حروف دول، ده انا بعمله لما بيكون عندي فيه رحله في النص وانا بعملها في ملف الحاجز ما يكونش فيها طيران، ودي هتشوف فيها لما حد يكون رايح يعمل عمره فعلا، رايح من القاهره الى جده، وهيطلع بعد كده من جده الى المدينه، بعد كده من المدينه الى كايرو. لو هو عايز يطلع من جده للمدينه بالطيران بيتعب جدا في المواصله دي. ازاي؟ لان هو اصلا قاعد في مكه، عشان يرجع من مكه لجده عشان ياخد طياره هياخد تقريبا ساعتين الى 3 ساعات، هياخد نص ساعه الى ساعه لحد ما يطلع من الفندق لحد المطار، والمفروض يكون موجود في المطار قبلها بساعه على الاقل. يبقى هو محتاج ساعتين عشان يتحرك من المدينه او من مكه الى مطار جده. لما يطلع بعد كده الطيران هيدفع فيه في حدود 300 ريال الى 500 ريال تكلفه التذكره. هينزل المدينه، هياخد مره ثانيه مواصله من المطار لحد الفندق بتاعه، وليكن في نص ساعه او ساعه. هتبص تلاقيه عمل 5 ساعات تقريبا ما بين مكة لحد ما يوصل المدينة لخط الطيران، وهيدفع له تكلفة مواصلات مرتين، مرة انتقالات من مكة لجدة، ومرة من المطار في المدينة إلى الفندق بتاعه. الحسبة دي كلها مع التكلفة مع الانتقالات بتبقى مرهقة جدا. لو احنا خدنا عربية من الفندق اللي احنا موجودين فيه في مكة مباشرة إلى الفندق اللي هننزل فيه في المدينة، الرحلة دي هتاخد تقريبا بالعربية 3 ساعات، وتكلفتها في حدود 500 ريال. يبقى انا هنا بوفر فعليا وقت عكس ما الناس متخيله، وساعات كمان بتكون تكلفه واريح شويه. فعشان كده بنحط مكان الرحله دي كلمه ارين في النص دي. ودي برضه هتلاقيها في المستقبل لما نيجي ناخد الفنادق او نعمل باكج مثلا، بعض العملاء هيسافر اوروبا لدوله معينه ومش عايز يرجع من نفس البلد دي، فهيقعد يسافر مثلا من القاهره ينزل فرنسا، ومن فرنسا ينزل اكثر من دوله، هيرجع من اثينا مثلا الى كايرو. فالرحلات اللي في النص دي كلها مش عايزها طيران، عايزها مواصلات عادية. فعشان كده بنستخدم الأرينك في الوقت ده. عايز أوريكي آخر حاجة كده سريعا، حاجة اسمها البروفايل. البروفايل ده إحنا بنعمله للعميل لو كان موجود عندنا في شركة سياحة أو بيسافر كتير. مش معقولة كل ما يجي لي المسافر أقول له طب إديني اسمك، تليفونك، رقم جواز السفر. البيانات اللي هي بتتكرر كل شوية المفروض إن إحنا ما نعملهاش للعملاء. فعشان كده بنسميها كاستمر بروفايل. بنحط الداتا بتاعته عندنا على سيستم اماديس ونقدر نعمل له منها ملف حجز سريع. تعال نجرب كده نمسح البيانات دي ونشوف ازاي نقدر نعمل بروفايل للمسافر بتاعنا. الامر بتاعي عشان اعمل بروفايل لعميل امر اسمه بي ام، اختصار كلمه بروفايل مود، وحرف البي اللي هي فارس وام معناها مود. الامر ده مود بيدخلني في قائمة بروفايل مود. اجرب اكتب لك الاختصار بتاعها هنا. بروفايل مود معناها ان انا عايز ادخل جوه الكاستمر بروفايل، عايز اعمل ملف حجز للعميل بتاعي. بعد ما نكتبه سوا هنمسح كلمة بروفايل مود دي وندوس انتر ونشوف السيستم هيرد عليا ولا ايه. جربي تاني كده. السيستم بيرفض او بيقول لي نعم سبورت، المفروض انها تكون شغاله عندنا. طيب هنجرب كده نقفل السيستم ده وجرب افتح سيستم تاني يمكن يكون شغال معانا ونشوف سوا حالا. طيب الامر بتاعنا اللي هو بي ام او بروفايل مود دلوقتي اشتغل، بيقول لي فيها ويلكم تو كاستمر بروفايل اكسبرت مود. طيب عايزين نعمل بروفايل، هنختار ان احنا بنعمل بروفايل ده البيانات بتاعتك. سجلي البيانات بتاعتك كانك بتعملي ملف حجز، يعني ده اعملي ان ام 1، اكتبي اسم العيله بتاعك عادي، ما عندكيش كنترول. ثواني كده هحاول اديك الكنترول حالا. هو عندي بس هو ما بيكتبش. جربي كده دلوقتي. تمام. بعد كده هنحط البيانات اللي احنا متوقعين انها تتكرر باستمرار. بعد الاسم هندوس انتر.
سجل التليفون بتاع شركة سياحة، تليفون العميل، الموبايل بتاعه، الإيميل، كأنك بتعملي ملف حاجة بالكامل. وإيه تاني ممكن نسيب information؟ ممكن نحط مثلا الوجبات، نحط مثلا اس ار، مثلا سبيشال ريكويست، نطلب فيها وجبه مثلا. ممكن كمان نحط اذر سيرفيس، لو العميل ده في اي بي نكتب في اي بي باسنجر او اس، وهنكتب واي واي بقى لان احنا مش عارفين كود شركه الطيران اللي هنحجز عليها، فهنكتب واي واي ونكتب في اي بي باسنجر. ممكن كمان نسجل بيانات جواز السفر، بس هنزود عليها حاجه صغيره، هنعمل اس ار، هنحط بس علامه الديسبلاي الاول، علامه النجمه قبل دي او سي اف، لا قبلها، ايرلاين قبل كمان قبل ما نكتب حاجه هنا بالظبط، هنكتب ديسبلاي بعد دي او سي اف، هنكتب واي واي مكان شركه الطيران بدل ما نكتب، نكمل الامر بتاعك عادي. مش محتاجين نحط هنا كلاس بي واحد لان برضو المسافر ده مش هنبقى عارفين هو ترتيبه كام في الملف، هنكتب بس البيانات لحد كده. ممكن كمان لو عايزين نخلي له نحجز له كرسي جنب الشباك، هنا مش هيبقى فيه عندي سيت ما بتشتغل، فممكن نستخدم امر اسمه اس تي. الاس تي ده معناها سيت ريكوست، انا عايز اطلب من السيستم يحدد لي مقعد واحط سلاش ونكتب حرف الدبليو لو انا عايزه ويندو سيت وانتر. كده تقريبا انا عملت البروفايل المهم للمسافر بتاعي، لو في اي بيانات تانية تحب تضيفها هنا ممكن نضيفها في كل الاحوال. طب لو عايزين نحفظ بقى البروفايل ده هنعمل امر تاني هنسميه بروفايل حرف البي اي ار، بي اي ار معناها بروفايل اند اند ريتريف، انا عايز اقفل الملف بتاع البروفايل ده واسيبه عندي. هيظهر عندي فوق خالص هنا على اليمين رقم البروفايل اللي هو 7 جاك 6 ان اي في، الكود ده هو الكود بتاع البروفايل بتاعك، ممكن نسترجعه بالاسم بتاع المسافر او برقم البروفايل. تعالى نفترض ان احنا دايما نسترجعه بالاسم، عايزين نقفل البروفايل ده هنعمل بروفايل اجنور اند اكزيت، فنعمل امر اسمه بي اختار بروفايل وهنكتب حرف الاي اللي هي تعني اجنور، كده حرف الاي معناها اكزيت من البروفايل مود. تعالى نكتب الثلاث حروف دولت واللي هيبقى معناهم بروفايل اجنور اند اكزيت، عايز اخرج بقى بره بيانات البروفايل بتاعتي بالكامل. هي بي بي اي اي بروفايل اجنور اند اكزيت اي بقى ايزي في الاخر. تمام، الامر ده للخروج من البروفايل بتاعي. كده انا خرجت بره البروفايل. طيب عايزين نجرب نجيب ملف الحجز ده، تعال الاول نعمل رحله ذهاب وعوده برضه من كايرو لجده ونحجز مقعد واحد ونشوف ازاي نستفيد من البيانات بتاع البروفايل اللي احنا عملناها دلوقتي. هنحدد برضه الحدود الاقتصادية ونجيب رحلة برضه زي ما احنا متعودين.
فكرة يعني انت الديسبلاي بس متسجلتش هنا؟ عايزين بقى نجيب البروفايل بتاعك انت، هنعمل امر اسمه بروفايل ديسبلاي باي نيم، فهنكتب امر اسمه بي دي ان ديسبلاي، فهنكتب حرف دي وان، وهنحط سلاش ونحط علامة الهايفن اللي هي الماينس او الشرطة الصغيرة، ونكتب اسم العيلة بتاعك بعد كده سلاش الاسم الاول زي ما انت سجلتيه بالظبط. الامر ده اختصار كلمة بروفايل، وحرف الدي معناها ديسبلاي، وحرف الان معناها نيم، عايز استرجع البروفايل بتاع اسم المسافر ده. لما ندوس انتر هيظهر عندنا البيانات بتاعتك. البيانات دي لو انا عايز احولها كلها في ملف الحجز هعمل امر اسمه بروفايل ترانسفير، فاكتب بي تي اللي هي تاني بروفايل، وحرف التي معناها ترانسفير، واحط علامة الديسبلاي علامة النجمة عشان ينقل كل العناصر الأساسية بالاختيارية بالواجبات بكل الخدمات. الأمر ده تحويل البيانات من البروفايل إلى ملف الحجز. لو عملت الانتر ده هتلاقيه عمل لك الملف بالكامل، هتلاحظ ان الاسم بدأ يظهر فوق، التليفونات تحت هنا، الايميل، البيانات العادية بتاعتنا بالكامل بدأت تظهر، حتى الوجبات والرسائل الخاصة والمقاعد كلها موجودة في الملف. لو نزلت تحت كمان عملت موف داون هتلاقي البيانات التانية اللي بدأت تظهر، الرحلة الأولى هنا طالب فيها واجبة مثلا في الزكاة، لو عملت موف داون هتلاقي بيانات الحجز بتاعتك في الباقية حاجة. عشان تكملي ملف الحجز يكفي بس انك تحطي امر التيكت اللي هو تي كي اوكي، ونحط التوقيع ونعمل اي ار بقى. كده يبقى احنا عملنا ملف الحجز للمسافر ده بالكامل، وخطوتين اتنين بعد ما بنجيب الافيلابيلتي البيانات كلها بنجيبها له من البروفايل بتاعه. طيب هي كانت معلش الستبس تاني اكتبها بس. لو عايزه تكتبي الاوامر اللي فاتت كلها ممكن تعملي الت وسهم يمين، جربي كده دوسي عليه من على الشاشه بتاعتك. لو دوست على مفتاح الت وسهم يمين هيطلع لي قائمه فيها كل الاوامر اللي احنا بنعملها. اول امر عملناه في البروفايل فوق خالص اللي احنا عملنا بي ام اللي هي بروفايل مود، بعد كده سجلنا البيانات العاديه، بعد كده حبينا نخرج عملنا بي اي ار اللي احنا سميناها بروفايل اي ار يعني اند اند ريتريف عايز احفظه. لو حبيت اخرج بقى فعملت بروفايل اجنور اند اكزيت. بعد ما جبنا رحله الذهاب والعوده استرجعنا ملف الحجز او البروفايل بتاعك عن طريق الامر اللي هو بي دي ام اللي احنا سميناه بروفايل ديسبلاي باي نيم. بعد ما ظهر حبيت احول البيانات دي من البروفايل للملف بتاعي عملت الامر اللي هو بي تي اللي هو يعني بروفايل ديسبلاي، وحطيت علامه نجمه عشان انقل كل البيانات بتاعتي. بعد كده مضينا وحفظنا عشان نسيب البيانات الاخيره اللي احنا عملناها بس. انا خلصت كده كل الحاجات اللي محتاجه اقول لك عليها النهارده، حتى لو حسيت انها حاجات كتيره بس هي حاجات صغيره بس مواضيع كتيره شويه. ممكن برضه تتمرني على الكلام ده اليومين اللي جايين، والمحاضره الجايه نجرب نعمل تيست صغير، افتح لك شاشه من عندي هنا فيها الامتحان تجربي تسجلي الاوامر عليه، هيكون في جزء منهم نظري او جزء منهم عملي، تعملي ملفات الحجز وتطبعي تذاكري. لو في حاجه وقفت قدامك نقدر نساعد بعض فيها. بعد ما نخلص القصه دي نبدا ندخل على الكورس اللي بعديه زي جاليليو او سيبر او نكمل باقي الدبلومه بتاعتنا البحث بتاعنا. تمام، هو بس يعني التست دي حاجة اوبشن، يعني مش حاجة ليها علاقة، يعني قصدي بال certificates وكده. الاثنين لازم عشان تاخد الشهاده منه لازم تمتحن، هو انت بتقلقي من موضوع الامتحانات لا لا ان لا الناس انا بس لا لا انا بس بسأل، يعني يعني هيبقى التست ده هو عشان كده، تاخد ولا الفترة في عندي أي تست حاجة تاني؟ تعمليها على السيستم كويس ما تقلقيش. لا لا خالص، هيكون التست ده بتاعنا عشان الشهادة الأول، هيكون متسجل عندنا دلوقتي على السيستم، وفي نفس الوقت هتقدري نديكي الشهادة بتاعتك. فلو في حاجة وقفت قدامك هقدر أساعدك فيها، لو أنت في حاجة مش عارفاها نقدر نراجعها حتى قبل ما نعمل التست ده. والتست مقسوم لجزئين، جزء نظري وجزء عملي. الجزء النظري هيكتبولك على الجهاز هتحليه برضه،
والجزء العملي هتعملي ملفات حجز ونطبعها بنفس الخطوات اللي احنا عملناها دلوقتي، فده موضوع بسيط مش هيقلقك أوي. إن شاء الله على ميعادنا المحاضرة الجاية يوم الخميس برضه في نفس الميعاد إن شاء الله. مع السلامة. نعم.